طبعا لو تراجع حضرتك في جرد في سنة ونص من تسنم السيد السوداني، السيد السوداني خرج تقريبا من شرنقة العباءة الحزبية، ولذلك تشوف لاحظ اشتغل على ثلاث مواضيع مهمة. أولا موضوع إعادة الثقة وترميم العلاقة مع الدول، وسوى علاقة مسطرة، يعني شوف كانت هنالك تقاطر كبير ما بين الدول، وكانت هنالك العراق لاعب جيوسياسي في حل مشاكل المنطقة. لذلك السوداني حاول أن يخرج إلى علاقة جديدة. وتطرق وقضية أخرى الثانية اللي اتبعها السيد السوداني بأنه يقدم خدمات، والتمسنا والشعب العراقي التمس خدمات، خصوصا هذه الخدمات متمثلة في أفضل مشروع قدم من 2003 ومشروع السلة الغذائية. هذا المشروع واكب يعني الأحداث وقلل من التفاوت الأسعار، وخصوصا احنا مقبلين أيام على شهر رمضان بس ما شفنا ارتفاع مهول في الاسعار، يعني ان هنالك خطط، ان هنالك تنميه، ان هنالك رؤيه استراتيجيه للتنميه الغذائيه. اتطرق الى قضيه ثالثه مهمه السيد السوداني، بان اليوم المساحه الوطنيه يجب ان تكون حاضره في حل كل الامور، يعني ما ممكن انت اليوم خصوصا يعني بعد غياب التيار الصدري، الاطار مجمع على يجب ان تنجح هذه الحكومه، ولذلك اعطى المساحه والحريه للسيد السوداني للمضي في هذه الامور، واعتقد انه نجح لحد كبير في ان تكون هنالك علاقه جديده ما بين الكل واعاده الثقه بالعمل السياسي. طيب سيد نبيل، تحدثتم عن نعم